لطالما طلب المواطنون هنا في معان بتعبيد الشوارع وتحسين البنية التحتية للحفاظ على مركباتهم وحقهم بطريق آمن، لكن السالك لأغلب طرق المدينة لابد أن يستاء من تزاحم المطبات والحفر التي يتم إنشاؤها بعد تعبيد الطرق. الحفريات والتعهدات خفض نص طريق أخرى والمطبات هذول يسوون جداد، والله أثرنا على البساط. يعني كنا نسوي صيانة كل سنة مرة، صرنا كل 6 شهور مرة نسوي. بالنسبة للمطبات اللي بمعانا عشوائية هذه مش كويسي، لو يسوون مطبات نموذجية اللي هن بجن بلاط وكبار اللي ما تمشي السيارة ما تطب فيها مزبوط. يعني وهي نهانة كل واحد صار يسوي عند باب بيته مطب، وهي المطبات في العالم معروفة ليش تهدئة السرعة عن الأطفال عند المدارس عند مراكز الصحية مثلا أو مجمع الدوائر. هذه المطبات تكون نموذجية، يعني مش زي الجبل جايات يوم ترجع السيارة وإنك خابط فيها كسرت سيارات كسرت الأمور زي هذه. فنطلب من البلدية أنها تنتبه لهذا الموضوع وتسويه زي اللي على طريق الصحراوي، يعني تمشي السيارة بأريح تهدي في مطب بس تمشي بأريحية ما بتحس إنه في مطب. وتأثر كمان على المواطن وكمان على المركبة، المواطن من خلال يعني مثلا تكون لما يكون مشوار لبعيد كذا يأثر على المواطن وكمان على نفس المركبة كمان بيأثر. ونتمنى أن البلدية كمان يكون لها أكثر دور مراقب وفاعلية بالنسبة لموقع المطبات. هذا بالنسبة للشارع المتواجد الممتد من الأشغال كبقية شوارع معان يحتاج حقيقة إلى صيانة، وهو قديم ليس جديد. هذه الحفريات اللي تشاهديها هاي بفعل فاعل، الناس عم تحفر هون. يعني كل ما الناس بتعمل احنا بنعمل خلطات، بيجي المواطن يعتدي واحنا بنخالف المواطن ايضا وبنتخذ فيه الاجراءات القانونيه. لكن احنا ان شاء الله هناك خلطات اسفلتيه قريبه جدا لمدينه معان باكملها بالاشغال بشارع 30 بشارع فلسطين بكل الشوارع، ونامل من المواطن التعاون معنا وعدم الاعتداء على الارصفه والشوارع وعدم حفرها، لان في ذلك اساءه الى البلديه واساءه الى المواطن وخدمته بالتالي أولا وأخيرا وحفاظا على السيارات والمال العام. يتضح الآن أن الأنانية وعدم الاكتراث بالصالح العام دفعت بالعديد من المواطنين لإنشاء مطبات أو حفر الطرق بشكل فردي في المدينة، فهل تكفي العقوبات ومناشدة البلدية للحد من هذه المشكلة؟